ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه. والنهارده لا 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 النهارده عظمه. النهارده اخر عظمه. فتحنا الترقيات بتاعت الدوري الانجليزي اللي اخيرا نزلت. واللي بيسالني ابيع امتى اعمل فيهم ايه؟ استنى يا حبيبي لاخر الفيديو بعد ما الباكات اللي هنشوفها دلوقتي تخلص هشرح لك تعمل ايه في الريت بالظبط. فبصوا الحلقه دي تستاهل لايك لان اللي حصل فيها يستاهل لايك. ولو مش مشترك يا ريت تنزل تعمل اشتراك، عايزين نوصل ل 50,000. ما تنساش اللايك وسبسكرايب. ها تمام، دوست لايك دوست السبسكرايب. تعال بقى واخش على الترقيات ويعني ويلا بينا يلا بينا. احنا النهارده نحب نريحكم ونطمنكم ان في ترقيات بتنزل عشان الناس اللي كانت شاكه فيا. اهو عنيف قوي يا جماعه. احسن ورمت يا نصوحي ورمت. لا مش ممكن نصوحي، سالت 60 مره. ادي يا جماعه الترقيه اهي عشان ما حدش يقول لي ان انا بهبد ولا ان انا بس. اهو ادي الترقيه، بريمير ليج بريمير ليج ابجريد. اهو شالوا التحدي. يعني ايه شالوا التحدي؟ اتشال ليه؟ في ايه يا مان؟ شالوا الاس بي سي اللي انا هاكل عليها عيش. شالوها ازاي؟ يا حول الله. الابجريز نزلت تاني، الابجريز نزلت تاني. يا جماعه ايه التوتر اللي احنا فيه ده؟ ايه يا اخوانا؟ طلبش من الدوري المعين هيغلى طبعا. يا نهار اسود ومنيل تاني. هو انتوا ناويين تخدوني؟ بس ده مش طالع من الباك، ده طالع بقاله كام يوم يا ابن اللعيبه. بيز اور ميد ايكون باك. توقعاتك يا نصوحي؟ هيرنان كريسبو. ماشي، 1-2. اوبا، فان باستن. شيت يا رب. بيز ايكون فييرا. الله، حظ عند كابتن جمعه. فييرا البيبي. الله، لعيب ب2 مليون. ووك اوت تيم مدير. لا تياجو سيلفا، يا نهار اسود خضيت. على فكره الباك دي يا جماعه السنه اللي فاتت اللي طلعت لي اليسون تيم اوف ذا يير، مش الباك الكبيره. ديابالا انا بفكر شخصيا اعمله اللي بيسالني، بس انا بس ريفيوز عنه، بس انا عايز اعمله كارت يعني ارقامه تخوف. ووك اوت مش ازرق. يا مين؟ صلاح؟ لا، برازيل. اليسون ادرسون. ماشي، حلو 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 حلو. دي مفتير. برونو عز حد كابتن جمعة. برونو قلتلكو وطي صوتي. برونو زود لي العداد يا ابني، زود لي العداد. برونو تيم اوف ذا يير. يا نهار اسود، ايه يا منى؟ انت حلو اهو يا منى، بتطلع فيهم كتير اهو. عيب، انا عارف يا نصوحي ده ما عندهاش دم فعلا. برو
برونو احسن خط وسط هينزل السنه دي في اللعبه نمبر 1. تخيلوا دي بروينه في الظهر، يا نهار اسود كارثه. اوه برونو معلش يا جماعه صوتي مش مصدق. تيم اوف ذا يير، تيم اوف ذا يير. تعال نبتدي بدي عشان انا مش بثق فيها. تليمونتس بتاع ليستر، اوكي. ووك اوت. بوجبا بقى كانتي، هاتوا لنا حاجه كده. مين يا عم هاك كيميتش يا عم؟ اوه مولر ان فورم، مش مولر عادي، مولر ان فورم. حلو ده يسلك اي تحدي يجي صعب. حلو، طب ما دي بدايه حلو. ووك اوت دوري انجليزي. ووك اوت. صلاح 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 برازيل حارس سي دي ام. فابينيو دوشه بس مش اكتر. ووك اوت. ووك اوت من الصغيره. حلو حلو. اجبونا اجبونا الانفورم، اجبونا الانفورم. حلو ده، اوبا ده طلع لك. يا رب يكون بيتباع. مش بيتباع. ده نابري. ايه اللي جابك ده نابري؟ هات لنا كيميتش زميلك. ووك اوت. مش تيم اوف ذا يير. ادرسون ولا فيرمينو. حلو فيرمينو، فيرمينو حلو. اوف ما تقوليش ان هو دوبليكيت اون تريد. لا تريد الحمد لله. معرفش تجيبهم بيع يعني، اقعد بيع ليزي باير زي ما قلت يعني. مفيش ما هو مش خارج للقانون يعني. مش ووك، مش تيم اوف ذا يير. رب مش ليفا بس عشان ما نتشلش. ايوه ده نوير. كان زمان نوير ازرق ولكن ده نوير فمش فرق. ووك اوت. مش تيم اوف ذا يير. انا اعصابي باظت. كانتي كانتي حلو. وقبل ها مش تيم اوف ذا يير. انا بص اعصابي مش قادره، انا اعصابي مش مستحمله. ان هي اول ما بتفتح الحته الزرقاء اللي تحت دي مش فارقه زيها زي تيم اوف ذا يير. انت بتستنى الفلير تطلع، فانا في نص ثانيه تيم اوف ذا يير. لا ويطلعش تيم اوف ذا يير. انا قلبي بيقع. انا كمان والله العظيم قلبي بيقع فيها. اوه بيزور ميد ايكون، بيزور ميد ايكون. ده انت ده دخول مفاجئ، ده دخول مفاجئ. فرنسا برازيل. زولا والنبي بيبي، زولا بيبي او ديل بيرو. بازجو بيبي، بازجو بيبي. نشوف فارس. اوه برونو ما شاء الله. وبس يا جماعه ده اللي حصل. برونو 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 اهو اقول اللي شككوا في اهو. برونو نزل والترقيات نزلت. ركزوا معايا، ركزوا معايا. الترقيات طلبت من الاخر، نزل خمس دوريات، طلب 11 رير، مش طالب غير 45 كيمستري، ومش طالب دوري محدد. تقول يا هو انا خدت خازوق اعمل ايه مش عارف ايه. الرير دلوقتي كله بيبيع، كله بيبيع وفي كتير قوي في السوق. انت عايز تبيع دلوقتي حطه الانجليزي مثلا. انا مش بتكلم على الحراس لان انا قلت من الاول ما حدش يجيب حراس. انت جبت ب 700 ب 750 وقت الفيديو الاولاني، دلوقتي ممكن تبيع ب 1200 النهارده اول يوم في التحدي. مع الوقت ال 1200 دي هتزيد. 1200 ده مش اقل سعر في السوق. 1200 ده انت بتبيعه لليزي باير. مين الليزي باير ده؟ اللي هو الكارت مثلا دلوقتي ب 1000 هو بيشتري ب 1200. وفي حبه ضربوا زي باركلي زي تليمانس عشان في تيم اوف ذا ويك، فلو عندك حبه من اللي ضربوا خش بيعهم على طول. انما لو عندك مثلا زي اللعيبه اللي هي ب 1000 و1000 اللي هي بتتباع مثلا الباي ناو بتاعها 900000، حط ب 1200 وهيتباعوا. اتقل وهيتباعوا كل ساعه، اعمل لسته هيتباع هيتباع. عندك كذا يوم تبيع، انت مش مستعجل على حاجه. ومع الوقت هيزيدوا لان الناس دلوقتي بتعمل الترقيات من النادي بتاعها من الحاجات اللي طلعت لها.
وما لسه مش بنشتري قوي، السوق هيقعد يشتري هيشتري هيشتري في الايام الجايه الدنيا هتغلى تمام. فما تقلقش، مفيش حد اسمها مفيش حاجه اسمها خسرت، مفيش حاجه اسمها انا راح عليا مش عارف ايه، لا هو بالعكس ده حلو للكوميونتي عامه ان نزل التحدي ده بالطلبات دي. الطلبات دي يعني بتسهل الناس ان تعمل ترقيات وتعمل تحديات اكتر وتطلع لها تيم اوف ذا يير، تعمل ايقونات وتطلع يعني الاس بي سي حلوه. ويا عالم ممكن ننزل 81 بلس اللي بتطلب من الدوري نفسه، لسه هنشوف، لسه ما نعرفش اي حاجه الشركه ناوي تعمل ايه، بس التحدي ده كويس طلباته سهله. وبالنسبه للرير اديني بقولها، بيع ب 1200 دلوقتي، انا ببيع انا حاططهم ب 1900 بيتباعوا قليل قوي كل ساعه، بس مع الايام انا عارف ان هو يزيد، فانا تقلان لان انا مش مستعجل، فاهمين قصدي؟ بس فانت ركز في الموضوع ده، اهدى كده واتقل، ومفيش حاجه اسمها خساره. انت لو اشتريت ب 700 اخرك 800 كله مكاسب، الفرق بس هتكسب قد ايه، وعلى حسب برضو لو ركزت زي ما قلت لك على الانجليز هتكسب اكتر. فحتى الدوري الفرنساوي ينطبق عليه الموضوع ده، مفيش ازمه خالص، محدش يقلق، كله كسبان كله ربحان وبس. لو وصلت الحته دي في الحلقه يا ريت تنزل تعمل لايك، لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب. كان معاكم ادم كوع، اشوفكم في حلقه تانية قريب، سلام.